غاية الغرفة أن تكون مدينة جدة محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنافسة في جميع الأصعدة. من خلال تكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تنمية فعالة، وذلك لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية. عقدت الغرفة 55 لقاءً جمع القطاع الحكومي بالخاص في مجالات عديدة. وفي مجال التبادل التجاري والاستثمار الأجنبي تم عقد 146 لقاء. كما قامت بإعداد 34 دراسة وتقارير وأعمال بحثية. توقيع 6 مذكرات تفاهم محلية ودولية. ومن خلال اللجان القطاعية والتي عددها 68 لجنة، تم تقديم أكثر من 1400 توصية والتي تساهم في حل معوقات قطاعات الأعمال. أما في مجال التميز المؤسسي، تم تنفيذ 22 فرصة تحسين وإنجاز كبير في مشاريع الغرفة. كما دعمت الغرفة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ببرامج تدريبية ومعارض وملتقيات. وفي مجال الخدمات القانونية، استقبلت الغرفة ما يزيد عن 1400 قضية احتجاج و42 جلسة تحكيم و12 قضية توفير وأكثر من 1200 استشارة قانونية. وأنجزت الغرفة لمنتسبيها أكثر من 1,400,000 تصديق والعديد من الخدمات المختلفة. وقامت الغرفة بالعديد من الأنشطة والفعاليات يصل عددها 360. واستجابت الغرفة لأكثر من 4000 استفسار وطلب ومقترح من خلال جميع قنواتها، وتواصلت مع منتسبيها من خلال عدة قنوات. ونتيجة لذلك تزايد عدد متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من 200,000 متابع. ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، تم دعم قطاعات الأعمال ب 24 برنامج. تم العمل على دعم وتطوير الكفاءات البشرية من خلال برامج تطويرية والمساهمة في إكمال مسيرة تعليم 23 من موظفيها والعديد من برامج الدعم والمساندة للموظفين. غرفة جدة، بيت أصحاب الأعمال.